ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم السبت 19 فبراير 2022، مرتفعات الظهر شمال غرب تبوك، تصوير خالد الحربي. الموجة الأولى اكتست الأرض بالبياض، باقي الموجة الثانية يمكن تقريبا هذه هي بالتصوير. الساعة الآن 12:15، علينا رش خفيف مع سليت. أعطيكم جولة على الموقع، مكان شبتنا، خيامنا هناك. شوف الخيمة من ثقل الثلج عليها طاحت من النص. شوف هذه شبة النار، هنا شباب يعدون قهوة الصباح، ضرورية صراحة. يا سلام يا سلام يا سلام، في متعة لا توصف.